قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. شنو قال لك بالضبط؟ شنو قال لي؟ كنت كنعرف واحد الدري تلاقيت معاه صافي، وليت كنخرج من الدار وكنمشي عنده. خرج من المدرسة، ملي خرج من المدرسة سدو عليا الدار في الدار صافي. شي واحد النهار مشيت عندو خسرني، رجعت للدار قلت لماما ويش مشيت ديك لعراش بيه، ديك لعراش بيه عطاو عامين، أنا مبغيش مش ديك لعراش بيه صافي. خرج شدي الطوبيس من المحمدية 17، أنا باقا في 17. فين كتسكني بالضبط؟ فين كاين عندكم داركم في المحمدية؟ دار دابا في عين شكي، كنا ساكنين في سيدي عباد، تحولنا دابا ساكنين في عين شكي. ما حاولتيش ترجعي لداركم؟ حاولت ارجع ولكن خويا جرى عليك من الدار. دخلت وقال لي ديري الزيه في الدريات ما يجوش عندك. علاش ما درتيش هادشي اللي قال لك خوك؟ يعني ما عرفش عندي شي حاجه خش خرجني من الدار. شنو كديري؟ كندير كلشي، كنكمي، كنتشمكر، كنتقرقب، كندير كلشي. شنو قالك اليوم؟ اليوم اخويا وقفش عليا واحد الدريه شدتني من شعري وبداش كضرب فيا بجنوية جوج تخصيرات. وعلاش؟ شنو السبب؟ السبب هي كانت مع واحد الدري وانا صونيت ليه، قلت له دوزيه ليا وهي بداش كتعاير فيا وعايرتها صافي. هذا هو السبب. جات ضرباتك؟ اه. ما كتعرفيهاش نتيا زعما؟ ما عندكش معاها شي حاجه؟ ما عنديش معاها شي فشي غير جوج مرات صافي. فين ضرباتك؟ هنا بلاصه ضربتني الجبهه ايد. فين كتسكني دابا حاليا؟ دابا حاليا كنسكن مع واحد الدري عاطي، مره في الزنقه مره عند هاد البنت. اه مره كنباش عندها، مني ما كتكونش هي كنباش في الزنقه، مني كتكون هي كنباش معاها. وشنو علاش مني شنو اللي كتعرضي ليه في الشارع مني كتكوني في الزنقه؟ كتباتي في الزنقه يعني بزاف، كتجي واحد الوقيته كتلقاي راسك كدي طرانشي ومشاش في الكلاب. شنو كتكون مضايقات من طرف ولاد في الزنقه؟ ضروري راه كتجي واحد النهار كتلاقاي مع واحد مشمكر، واحد سكران، ضروري خاصك تهدي. انا جيت دابا عند الدريه هي اللي جابتني من الزنقه، بغيت نحيد من هاد الشي، مبقيتش باغا نتشمكر، مبقيتش باغا نكمي، مبقيتش باغا ندير والو. انا عاوتاني دابا تخسرت من وجهه ودارنا، مغاديش يقبلوني بحال ما هكا. شنو كتطلبي دابا؟ شنو بغيتي؟ كنطلب باغا ندير شي، باغا نخرج من هادشي، باغا ندير شي، شحال من بنيش مشي مستقبل، نصايب لاكارط، ندير شي سونتر.